كده عايزة أعرف من الشهر الكام الأم ممكن تقول لابنها الأولاني أو بنتها الأولانية إنها حامل؟ طيب الشهر الكام دي ما بحبش استعجل قوي واقول للطفل من بدري ان الام حامل، لان انتوا طبعا عارفين الولاد بيبقى الاكسبكتيشنز والايماجينيشنز بتاعهم وتصورهم بالوقت بيبقى مش مدركين الوقت التوقع والتخيل بتاعهم بالظبط، هيبقوا قاعدين مستنيين بقى الام وهي حامل فتره طويله. فانا بفضل ان احنا نبلغ الطفل اول ما يبدا يظهر على الام، اول ما تبدا بطنها تكبر، اول ما البطن تبدا تبين. اول ما البطن تبدا تكبر الأم بتفهمه وبتعرفه أنا دلوقتي فاضل لي كذا شهر، ويتابع معاها بقى البروسس أو السايكل دي بتاعت الحمل. البطن بتبدأ تبان تقريبا من الرابع أو الخامس. لا مختلف تقريبا، أنا عندي في السابع بدأت البطن تبان. أنتي سمبتيكي. لا لا مش قصدي والله مالهاش علاقة بالسمبتيكي، خصوصا اللي محافظين على وزنهم والطوال. الطوال ما بيبانش قوي البيبي يعني، فهل فعلا تستنى للسابع؟ لا مش للدرجة دي، لأنه بيبقى فيه استعدادات لازم الأم تبدأ تحضرها، ولازم الطفل يساعدها في الاستعدادات دي ويبقى عارف إيه اللي هيحصل. يعني أنتي مع إن احنا نشارك الطفل طقوس تحضير كل حاجه للطفل طبعاً الجديد؟ بس ما يبقاش مجبر، يعني احنا طبعا بنبلغه ولازم يبقى عارف انه جاي له اخ او اخت، بس زي ما بقولك عشان ما ينتظرش 9 شهور، ودي مده طويله قوي على اي طفل ان هو يستناها، فبنقرب المسافه شويه في حته انه اول ما يبان على الام البطن. طب بالنسبه للاب يا استاذتي دوره ايه؟ عشان كانوا بيزلوني الهواني قبل ما حضرتك تخش. مش بنزلك، احنا نقول ليه دور يا استاذ؟ دوره ايه؟ الاب مهم جدا يشوف حاله يعمل ايه، يقف يعني كده دوره مهم يعني. لا طبعا الاب هو السبورتر، هو الدعم ماشي. وهو الظهر وهو كل ده وهو كل حاجه، كل هو عامل يعني كل ده. الام هتتسند على مين غير الاب؟ لا هو انا معاك فشجع يعني قصدك. لا طبعا هو حته بقى ابلاغ الطفل دي لازم الاب كمان يكون مشارك فيها. طب من سن كامل نبلغه؟ لو هو اقل من كده ما نبلغوش. هو ده طبعا بيفرق الوعي الطفل يعني حسب العمر. بسم الله ما شاء الله، ده اشهر دلوقتي بسم الله ما شاء الله، فاهمين اكتر مني يعني. انت ما بتلحقش، ما بتردش، عملت في ايه حضرتك؟ لا الاطفال لا في السن ده بسم الله ما شاء الله. هو اول ما نانسي بتقول ايه؟ بتقول لك حاجه مهمه جدا، بتقول لك لازم الاب يكون موجود في لحظه التبليغ. انا موجود، انا قلت لا انا موجود. انت كنت موجود وانت وجاي وكل حاجه، وحاجز المستشفى وعامل كل حاجه ودافع ودافع وكل حاجه. يعني قصدك يا نانسي ان هم يقعدوا مع بعض يعملوا اجتماع اللي مصغر ويقولوا له هما الاثنين مع بعض؟ حلو قوي. ده يبقى البيرفكت سيتويشن بالنسبه ده، احسن حاجه، الحاله المثلى. يبقى احسن حاجه ان هما الاثنين، هو الطفل ده جاي منين؟ ما هم الاب والام وهما شراكه، فلازم انه نبلغه احنا الاثنين مع بعض، ده يبقى احسن حاجه يعني.